مقابل الاحتواء والمنصب الرسمي، وإذا بالإمام يقابله. إيخ، ماكو مجال، قال أقتلك. وصلت إلى التهديد، إلى القتل، بالقتل. جواب الإمام شنو كان؟ إيه ولكن عندي شروط. شوفوا السياسة الإلهية، شروطي أن لا أنصب ولا أعزل ولا ولا ولا، بعبارة أخرى أستجيب لك في قضية عنوان المنصب مجردا من كل صلاحياته، عنوان بس. وهذا شنو سوى به الإمام سلام الله عليه؟ حينما جرد نفسه من صلاحيات ولاية العهد، فمعناه إعلان للعموم، أية خطوة يقوم بها هذا النظام، وأي مرسوم يصدر عن هذا النظام، وأي قرار يصدر عن هذا النظام، فهو لا يتمتع بمسحة الشرعية، ولا يتمتع بالرضا مني، ولا دخل لي فيه، ما له علاقة. هاي من جهة. وأما قضية الطبقة المخملية ونحو ذلك، فاستجاب الإمام، جاب بالأخير، هو يمشي في موكب. ولكن بقي الإمام سلام الله عليه في خطواته وحركاته وسكناته. لاحظوا سيرته، الإمام سلام الله عليه مو ولي عهد، المأموم ما معتاد هالشكل، بيت سلطنة عايشين، وكان يريد أن الإمام أيضا صورته أمام الناس تصير هالشكل. أبدا، الإمام كان حينما يريد أن يأكل ينادي للسائق، وينادي للخادم، ينادي للعبيد، ينادي للكبار والصغار، ويجلس معهم في مائدة، على مائدة واحدة. يجي يريد يسوي فر التدبير ويظهر هذه ولاء على أساس، وكذلك يظهر الإمام بمظهر السلطة أمام الناس، فيطلب من الإمام أن يصلي صلاة العيد. شنو سوى الإمام؟ ها تريدني أصلي العيد؟ ما يخالف. يطلع الإمام يطلع للجنود ويطلع للمواكب الرسمية، ويا الله مسلحين وقادة وزعماء، وإذا بالإمام حافل قدمه، مشمر عن ساقيه كهيئة رسول الله صلى الله عليه وآله، يسير نحو مصلاه، وإذا بحالة ملكوتية تلف الجميع، حتى الجلاوزة والقادة والأكابر عود والأشراف كلهم صاروا حفاية يمشون وراء علي بن موسى الرضا. وصل الخبر للمأمور، رجعوه، خلاص ما نريد. شو تحولت؟ شوفوا المقابلة، هكذا، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. بعد من الخطوات التي قام بها، من أدهى وأعتى الخطوات، قضية العصف الفكري الذي قام به.